مأساة الكرة العربية والكرة الإفريقية كذلك. يعني هادو شباب أقل من 17 سنة، أش كنعلموهم؟ كنعلموهم لاغريسيون على الناس، على الضيف، مأساة. تصور معايا، ما نقارنوش، ولكن كتصور واش غادي مقابلة في كاس أوروبا، يعني ناخذوا جوج بلدان، فرنسا مع بلجيكا ولا الاسبان مع ايطاليا، واش ملي غتكمل المقابله ديال اقل من 17 سنه واش غادي غتنوض ديك الفوضى غيضربوا؟ لا اظن. كاين شويه ديال الوعي، وبركه عندنا من لاهين، يعني شويه الحقد بركه. هادو شباب، هادو خصنا نوريهم الحوايج الزوينه، الحوايج النقيه، هادو مستقبل ديال كره القدم. الفريق الوطني المغربي يعني كانوا مزيانين، انا شخصيا صفقت لهم، كانوا مزيانين. وهادو دري محليين، هنا كيبان لك بان كاينه خدمه محليين. يعني حنا كاع مغاربه، الاخوه اللي كيكونوا برا راهم من زمان، هذه 30 عام وديما كيجيو، كيكونوا مغاربه عندهم الجواز الاخضر، كيعاونوا كانوا ديال الدراري ديال بلجيكا، الدراري ديال فرنسا، كيكونوا في ليكيب. علاش قلت لك هادو محليين؟ زعما هادو محليين، هما مكونين هنا في المغرب، الدار البيضاء، فاس، كاين دار اكادير، الاكاديميه محمد سيس. شنو هو الذنب ديالهم؟ الذنب ديالهم انهم بقاو فيناليست، خسروا بلي بينالتي، هذا هو الذنب ديالهم؟ لا 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 لا، هذوك لي فيديو اللي كيدوزوا دابا كاملين في العالم، العالم كامل كيشوف ديك لي فيديو، كتكليكي كتشوف. ماشي سبه، ماشي معياره التربيه ديال دوك الوليدات اللي ضربوا المغاربه. انا لا اظن كون كان عندنا هنا في الدار البيضاء هذيك المقابله ولا فاس ولا اكادير واش غينوض داك الصداع. لا اظن المغاربه ديما كره، ما يعني ما كنظنش. وتحت حتى المشكل ديال الامن، الامن شنو داخلين كيضربوا في دراري صغار، ما زعما داك الشيء مؤسف بزاف. يعني كانت صورة سيئة، وحنايا دوك الوليدات كنتعزوا بهم، كانوا مزيانين، يعني تقنيا وبدنيا ورياضيا واخلاقيا كانوا مزيانين. هذه غادي يكون عليهم واحد ان شاء الله استقبال كبير، ان شاء الله غيكون واحد الاستقبال كبير، ونهزوا بهم، وعندهم مستقبل كبير. دراري ينساو هذا الشيء، ينساو هذا الشيء اللي وقع لهم، ولابد تكون دروس، يعني تكون دروس ديال هذه الكارثه هذه. الاتحاد العربي لابد ياخذ، يعرف يدرس المسائل ديالو، راه عنده الديليغي ديالو وعنده الممثلين ديالو، باش اللي دار الفالطه يأدي. باش تكون هذه اخر غلط، ما ندخلوش في شي حوايج اللي بعيده علينا، ولكن الرياضه بلاصتها، هذا هو اللي كاين، ما يكونش ذاك الحقد.